البروكسي المجاني كلمة رائعة جدا، لأن البروكسي مجاني كل البيانات اللي أنت تسويها تمر من خلالها، حتى الـ VPN المجاني. VPN اللي يستخدمون الناس أن يوصلون مثلاً. عرف للناس هذه أبو. الـ VPN هذه التطبيقات. أيوه. والبروكسي إيش معناته؟ عشان يفهمونها. البروكسي والـ VPN يعني طريقة عملهم مختلفة، لكن الهدف اللي يوصله متشابه نوعاً ما. وهو. اللي هو تخيل مثلاً نتكلم عن بعض الدول على سبيل المثال، قد يكون مثلاً في أمريكا عندهم مثلاً منصة أفلام. هذه خلينا حصري على أمريكا. أي أحد من برا الدولة ما يقدر يدخل على المنصة هذه. حلو. فأنت لما تحط بروكسي ويكون الخادم اللي أنت ترتبط معه أو الـ VPN في أمريكا، الخادم هذا شو يسوي؟ يأخذ طلباتك منك من السعودية وله عنده في أمريكا، وبعدين يرسلها من أمريكا للجهة. فالجهة تشوف إن الطلب جاي من أمريكا، الرد يأخذه يقولبه ويرسله لك مرة ثانية. هذه الخدمة جميلة. والـ VPN والبروكسي مستخدمة في الشركات والجهات الحكومية في كل مكان، لكن الشركة لما تحط VPN هي اللي تديرها بنفسها لموظفينها. لما أنت تأخذ VPN أو بروكسي لأحد آخر، التحدي وين؟ جميع طلباتك تطلع من جهازك تروح له، هو يأخذ طلباتك يشوفها ويروح يطلبها نيابة عنك. فإذا فيها بيانات حساسة، بيانات غير مشفرة، كلها يشوفها. جميع المواقع اللي تزورها يدري عنها، جميع النشاطات اللي انت تسويها ويعرفها ويراقبها، حتى لو دخل وخرج مرة أخرى. صحيح، لأنه هو قاعد يشوفك أنت، التطبيق عندك في الجوال، بس يشوفني أثناء فتح البروكسي. اي بس انت أو فتح الفي صح. الفي بي ان. بس عادة الفي بي ان كثير من الناس يشغله يخليه في الخلفية شغال، فجميع برامجك اللي قاعدة تشتغل حتروح من خلال الفي بي ان. طبعاً إذا طفيته طبعاً توقف، ما عاد يشوف، ما عاد يشوف. لكن الإشكالية هنا انه حتى، وهذا شيء جيد الحقيقة، انه الجهات الحكومية لما يفتحها لا يفتح عند الجهة الحكومية المعينة، زي خدمات توكلنا وغيره. صح، لو فتحت البروكسي او في بي ان ما يفتح عندهم. صحيح، وهذا شيء جيد. هذه من الاشياء اللي البنوك سوتها وبعض الجهات سوتها حمايه، لان كثير من المحتالين من برا المملكه يجي يستخدم في بي ان، عزي يوهم البنك انه من داخل المملكه ويرتبط، فعلى اساس يحمون من هذه صاروا يمنعون اذا انت فاتح في بي ان ما يشتغل معك التطبيق.